مرحبا. لقب المتنبي بشاعر العرب، فمعظم أشعاره سارت مسر الأمثال على ألسنة الناس، فهو القائل: مصائب قوم عند قوم فوائد، وقال: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وما كل ما يتمناه المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، وهو القائل: لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم. وأيضا: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. وقال: أعز مكان في الدنا سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتابه. وقال: ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. وأيضا: فلا مجد في الدنيا لمن قل ماله، ولا مال في الدنيا لمن قل مجده. وهو القائل: ومن العداوة ما ينالك نفعه، ومن الصداقة ما يضر ويؤلم. وقال أيضا: وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني فاضل. وهو القائل: إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. وقال: أغاية الدين أن تحفو شواربكم، يا أمة ضحكت من جهلها الأمم. والقائل: أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي، وأسمعت كلماتي من به صمم. فالخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. والقائل: ليس التعلل بالآمال من إربي، ولا القناعة بالإقلال من شيمي. دمتم بود.